بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الدراسات العليا، ماجستير الإحصاء الفرقة الثانية في مادة نظرية التقديرات الخطية. نظرية التقديرات الخطية، برحب بكم جميعا وبتمنى لكم أن تكونوا كلكم في صحة جيدة وبخير. معاكم الدكتور أحمد كامل، قسم الإحصاء بالكلية. تعال نشوف المحاضرات المتبقية في المنهج مع بعض، خليكم معايا. احنا معانا الموضوعات الآتية. الموضوع الأولاني طرق التقدير، طرق التقدير. عايزين نتعرف الموضوع ده على الاتجاه التقليدي في التقدير والاتجاه الحديث. بعد كده فترات الثقة لمقدرات المربعات الصغرى. فترات الثقة لمقدرات المربعات الصغرى، أنا سبق وقلت لكم إن إحنا درسنا فترات ثقة حول المتوسط، فترات ثقة حول النسبة، فترات ثقة للفرق بين متوسطين، وفترات ثقة للفرق بين نسبتين. ولكن الموضوع ده جديد في إن أنا بعمل فترات ثقة حول الألفا والبيتاز اللي هم ناتجين من المربعات الصغرى. ليه؟ برغم إن إحنا بنسميهم الثوابت، بنسمي البيتا والألفا دول ثوابت، أمال بنعمل لهم فترات ثقة ليه؟ ونقول إن الألفا تقع بين كذا وكذا والبيتا بين كذا وكذا، لسبب بسيط جدا أنا بأكد عليه، هو إن التقديرات عادة بتتم من عينة. فلو أنت غيرت حجم العينة، زودت حجم العينة شوية، قللته شوية، التقديرات هتتغير. فعلشان كده هذه التقديرات لازم يتعمل حواليها فترات ثقة، وأقول أنا أتوقع إن الألفا تقع بين كذا وكذا باحتمال معين يسمى معامل الثقة، قد يكون 90%، 95%، وهكذا. وكذلك البيتا. وطبعا إحنا ممكن نسمي الثوابت كلها بيتات، يعني نقول إيه بيتا نوت، بيتا ون، بيتا تو، بيتا ثري. وممكن نسمي الكونستانت اللي هو الثابت اللي هو ما جنبوش اي اكسات بسميه الفا، وبعدين امشي بيتا 1 بيتا 2 زي ما همشي. الموضوع اللي بعد كده الانحدار البسيط بالمحددات. يمكن احنا درسنا الكلام دوت في مادة الاقتصاد القياسي، درسنا ازاي بعمل انحدار بسيط بالمصفوفات، وشفنا معادلة المربعات الصغرى بالمصفوفات اللي هي بتقول لي تقديرات البيتا بتساوي اكس ترانسبوز اكس انفرس اكس ترانسبوز واي. لكن عاوزين بقى نشوف ازاي بعرف اقدر الثوابت دي بواسطة الانحدار، بواسطة المحددات. متأسف. في بعد كده عندنا الانحدار المتعدد بالمحددات، واخيرا انحدار ريدج. انحدار ريدج اللي هو اسلوب مبتكر ينافس المربعات الصغرى، اسلوب تقدير بينافس المربعات الصغرى لما يكون فيه ازدواج خطي، لما يكون فيه علاقة ارتباط قوية بين الاكسز الموجودة في معادلة الانحدار. وانا عايز احافظ على المتغيرات دي، مش عاوز امشي حد منهم من المعادلة. فعلشان كده بعمل انحدار ريدج، عشان يبقى انا عارف ان في ازدواج وعارف ان في علاقة ارتباط قوية، بس في نفس الوقت مش عاوز احذف المتغيرات المتسببة في الازدواج. طيب دي فكرة سريعة عن موضوعات المنهج. المنهج بطمنكم بسيط، وكل حاجة هنتكلم فيها بهدوء وببساطة، بس ايه تكونوا مطمنين، والموضوعات ديت تكون ان شاء الله في المتناول. وايه ومش بس كده، يبقى فيه بنك أسئلة فيه
على كل موضوع تدريبات علشان ايه؟ نمرن ايدينا على اللي احنا بنسمعه واللي احنا بنشوفه هنا في المحاضرات دي. تحياتي، وبتمنى لكم يعني حظ موفق في هذه المادة وغيرها، ونتقابل بقى في الموضوع الأول اللي هو طرق التقدير.